تيصفر فعلا على هي بحارس مجهد. فحارس مجهد هو في المقابله اللي فاتت هذه واحد ثلاث ايام في المحمديه في ليشوفمون يعني في التسخينات الاوليه كان يعني دار واحد الحركه اللي شويه هذاك وخدا اون بليسيور في لاديكتور دونك حتى بقى جالس اسواني تما في المحمديه ضد فريق السوالي. الحمد لله ما بقى حتى مشكل. الحارس اللي كان داخل اللي هو جرباو ما كان وقع شي حاجه راه ما عندناش هو اللي جالس دونك هادو بعض لي سوكري اللي ما كيعرفوهمش الناس. انا دابا كان زعما كنوضح الامور يعني كان اوت دونك جينا خصنا لابد الحارس مرمى اخر دونك بما انه تجربه ويخدا الى ايكوبي دو كاتريام كارتون جون كي بوفي فوالا ليني دونك جيتي دونك وانا عارف حق المعرفه على انه في الجانب حراسه المرمى حسنيه قبل من المجيء ديال عبد الربيع ما عندناش مشكل عندها حراس في المستوى الضربوي من احسن الحراس في المغرب ان شاء الله مجهد من احسن الحراس في المغرب وابعد من احسن الحراس اللي هما جايين لانه تبعتو ملي كان في التجاره حارس ممتاز جدا واليوم اللي يحتاجه النادي اللي يحتاجته بين على الكفاءه ديالو وعلى الامكانيه ديال العلو الكعب ديالو. اذا لا خوف على حسن التكاليف في جانب حراسه المرمى الحمد لله. ابار سا سيتي دي ريزولتا يعني فورميدابل. ودابا الان هذه واحد جوج مقابلات ولا شحال منين فريق حسن التكاليف يعني ماتيماتيكمون بقى وصل الهدف ديالو اللي منشود اللي جيت على عبد الربي جا عليه الطرق هو انه انقاذ الفريق فتنقد الحمد لله قبل ثلاثة دورات فانا في المنافض والمجهود ديال الجميع. اذا تحرروا شويه اللاعبين ولات اورالي لا مانيير اي لو ريزولتا دونك شفتوا انهم الدراري متحررين كيلعبوا بدون ضغط بدون شيء ولكن كذلك في المقابلات اللي جراو قبل ما يكون كما يكونوا اوتوماتيكمون يعني ماتيماتيكمون مصوبين راه دازوا مقابلات مستوى رفيع وكانت مدية وكانوا دي غرو كاليبر فرق كبيرة بين لعبنا راكم عرفتوا وكانوا النتائج دونك يعني ديو ميرسي وصلنا للهدف ديالنا. والان فاش شفت في الشوط الثاني في التالي انا جي لونسي اون كوردون لا دي جوار جون على ستار ديال بخاش على ستار ديال الزمراني على ستار ديال جوار اللي هما مازال في مقتبل العمر دونك هذاك دونك اونيسي كي قلت لك ناخذوا المقابله ديالنا وناخذوها بلا مانيير. كنبغي نشكر الجمهور اللي حضر بكثافه شويه شيئا ما بكثافه على اللي كنعرفو وما مشى شيء مشى شكل ما فرحان بالنتيجه وكذلك بالعرض ولو انه انا في واحد ثلث ساعه الاخيره ما كنتش راضي كل الرضا على اللاعبين لان اون سي كونتونتي دو 3-0. انا كنقول جديه اكثر من كل لاعب اكثر من الواقعيه خاصها تكون دونك ملي كيكون استهتار بالمسؤوليه وبليطاش اللي عطيت اللاعبين بعض اللاعبين سيرتو اللي دخلوا دونك نعم وكاين وقت فين الواحد يصلح الامور. بما يخص الانتدابات فانا كنفضل انه ما نجاوبش على هذا السؤال. انا جو مو كونتون دو بارلي على لو ماتش ديال حسن تاكاليل المغرب الرياضي فازي لانه مازال لي مقابله اخرى دابا يومين في الرباط مع الفتح الرياضي بعد تكون جلسه لانه جو سي اون تران دو فيناليزي لو بي في ديال تولوت. انا جي ترافاي برسك تولوتين مشات حتى للدوره مشات مع الاداره التقنيه اللي كانت والمسؤولين اللي كانوا فنحاول نفيناليزي لو بي في البروسيدور ديال هذاك خلاله على ضوءه غادي جو في اكستيربي كاع لي دي زيليمون اللي غادي يعطيونا الضوء على الريورغانيزاسيون ولا دو ريتابلير اون ليست اللي صح تحمل الفريق ديال حسن القميص ديال فريق حسن تاني.
شي واحد يقول لك بطولات وداك الشيء بطولات كاين تبنى الفرقات واللي هذا في الكلاسي الثروازيام ما كاتبين دابا اكثر من اجوردي سون سيتيام سبعين دابا في الكلاسمون اكتويل دابا اللي كنهضر فيه سيتيام فين كنا وفين استقنا ديو ميرسي الحمد لله في 10 دورات وليتي سابع كنتي 15 وليتي سابع دونك ديو ميرسي ولكن ما نبقاوش عاودوا نبيعوا الوهم ونكذبوا على نفوسنا راه الا بغيتي دير بطوله خصك تزول واحد الخمسه ولا سته د الفرق يمشيو دير لهم كومون ديراج تبنجهم دير لهم البنج يبقاو ما يلعبوش حيت لو بروجي اللي بداوه هذيك السنين اربع سنين بشكل دقيق بشكل علمي بشكل نعطيك مثال بالفاتح مثال بالجيش مثال بالرجاء ديال الوداد ديال البركان ديال وزيد 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 خصها الفرق ولا زولها بعد اعتذر على فريق اللي كان بين قوسين استغفر الله العظيم لو كان ما جاش عبد ربي كان راه كيلعب في الدوزيام ديفيزيون بما هي المسؤولين وما هي اللاعبين وما هي الجماهير وما هي هاد لو روكور لو روكور كون في دي جورني سيتا روكور دونك ما نحلموش السنه المقبله غتكون اعاده لذلك ولا كان شي واحد يقول شي حاجه راه كيحلم وما كيفهمش الفوتبول يعني خصك تمشي تجيب 20 ستار ودير بطوله ولعب على البطوله وجيب ان كوتش كراك وجيب ان كوتش كراك